هل يجوز لي ابتعاث إلى الغرب مع العلم أنني سأبتعث مع رفقة صالحة؟ والله إذا كان يأمن على نفسه وأهم شيء يتحصن الحصانة العلمية الشرعية، غالب الشباب الآن ما في زواج يعني، لكن أقل شيء الحصانة العلمية حتى لا يفتن في دينه، حتى لا يلبس عليه. أن بعض الناس للأسف يروحون للغرب يرجعون ملحدين بعضهم، فإنسان إذا كان يعني اهتم بأمر دينه ووالداه اعتنيا به في هذا الأمر وعلماه العقيدة الصحيحة وكذا، زين، وكان هناك معرفة صالحة، أرجو ذلك.